برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، تنطلق يوم غد فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2018 في نسخته الخامسة في قاعدة الصخير الجوية. وتعد استضافة المملكة لمعرض البحرين الدولي للطيران 2018 حدثا عالميا مهما باعتباره المعرض الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط منذ تدشينه عام 2010، والأكثر قدرة على جذب واستقطاب أبرز الشركات الدولية وكبار الشخصيات والمسؤولين في قطاع الطيران، حيث يعتبر منصة عالمية تتيح لهم فرصة للتفاعل والتواصل مع المستثمرين في قطاع الطيران وعرض خدماتهم المبتكرة ومنتجاتهم. وسيشهد معرض الطيران هذا العام تواجد أحدث الطائرات المدنية والعسكرية والمركبات الطائرة التي ستشهد تطورا سريعا في عالم الطيران والمواصلات خلال السنوات القادمة. كما سيضم المعرض فرق استعراضات جوية عالمية جديدة لم تشارك في المعارض الماضية، بالإضافة إلى المؤتمرات المدنية على مستوى رؤساء الشركات والعسكرية على مستوى رؤساء هيئة أركان سلاح الجو في دول العالم. هذا وقد استطاع المعرض تحقيق عدة نجاحات خلال الدورات الأربع الماضية واستقطاب كبرى الشركات العالمية ذات الصلة بصناعة الطيران بمختلف قطاعاتها المدنية والعسكرية، ما عكس حقيقة الاهتمام الذي حظي به على الصعيدين الإقليمي والدولي.